خلينا نتكلم شوية على الظلم اللي وقع عليهم في هذا التهجير. يعني سبب التهجير شن كان سبب تهجيرهم أصلا؟ يعني هل هناك حقيقة لما يقال أو لما يشاع بأنهم هم خوارج، بأنهم هم إرهابيين، بأنهم هم سبحان الله يعني الأطفال والنساء والشيوخ، هل هذول كلهم إرهابيين؟ يعني عاشوا الآن أوضاع صعبة جدا بسبب هذا التهجير الذي وقع عليهم. من وقع عليهم؟ من أقرب الناس لهم، من أهاليهم. يعني سبحان الله، يعني قرآننا قاعد يقول ونقرأ فيها الآية كل يوم، ولا ألا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هب أن يا أخي هالعائلة هذه عندها ولد خرج عن القانون أو خرج عن ما يريده بعض الناس، هل نعاقب الأسرة كلها بالكامل بسبب فعل هذا الولد أو بسبب فعل هذا الشاب؟ هذا لا يجوز يا أخي مطلقا حتى في شريعتنا. أوضاع المهجرين في 2017 وفي 2016 وفي 2015 يعني تكاد تكون واحدة، لم تتغير. ربما كان في 2015 أو بداية 2016 كان هناك الدعم وكان هناك بعض المساندات وكان بعض، لكن حقيقة 2017 كانت صعبة جدا. لماذا؟ لأن نقص حتى الدعم عليهم شوية. يعني عارف كيف كانت في البداية؟ حقيقة حكومة الإنقاذ كانت يعني نوعا ما، يعني وإن كان على استحياء الدعم بتاعها لأن خايفة من أنها تساند الإرهاب وتساند في الخوارج وقصة وكذا وكذا. لكن حقيقة 2016، نهاية 2016 وال 2017 بالكامل كانت حقيقة صعبة جدا على المهجرين، حتى اللي مأجرين بيوت يا أخي، اللي مأجرين بيوت كان الإيجار يدفع لهم من قبل مجلس شورى ثوار بنغازي، ولكن خلاص لما انتهى الدعم ووقف الدفع عليهم حتى الإيجار ما عادش لقوا كيف يدفعوه. بعض الناس والله رموا لهم دماغهم حتى في الشارع، الناس اللي مأجرين منهم، لأن ما عادش قدروا يدفعوا الفلوس. كانت أوضاع صعبة جدا، وهم الآن منتشرين ما بين نصراتة، ما بين الخمس وزليتن وطرابلس والزاوية وصبراتة وغيرها من المناطق الغربية. فالأوضاع حقيقة أوضاع معيشية صعبة جدا جدا للغاية. طيب كم أعداد المهاجرين من مدينة بنغازي في باقي المدن الليبية؟ والله حسب الإحصائيات، يعني حسب الإحصائيات اللي نحن مطلعين عليها وعارفينها، يعني أكثر من 50-55 ألف عائلة مهجرة من بنغازي في المنطقة الغربية. هذا إن كان ما يزيدش العدد الرياضي، يعني كان مش زيادة. فالعدد حقيقة عدد مهول، 55 ألف عائلة مهجرة من بيوتها ظلما وعدوانا وبغيا، فهذا الشيء مهول، الشيء يخوف. وليش ليش السبب؟ يعني أعطيني سبب مقنع أن عائلة تطلع من حوشها. هل اعتدت عليك بالسلاح؟ هل ضرباتك؟ هل حارباتك؟ هل أشهرت في وجهك نوع من أنواع البغي أو العدوان؟ سبحان الله يا أخي، أنا أين الناس الذين يدعونهم على النهج السلف الصالح؟ هم يقرؤون القرآن كل يوم، يقرؤون الآيات كل يوم بأن الله سبحانه وتعالى نهى بني إسرائيل عن إخراج الناس من بيوتهم. هذا خلق بني إسرائيل. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الإثم والعدوان يا أخي أنك أنت تقطع حقوقك، الإثم والعدوان أنك تعتدي على ممتلكاته، الإثم والعدوان أنك أنت تسكن في الحوش هذا بحجة أن هذه حوش خوارج، وتصلي فيه وتصيم فيه وتزكي فيه وتطلب في الرضا من رب العالمين وأنت مغتصب لهذا البيت. وما اللي أعطاك الإذن في ذلك؟ هل في محكمة أقيمت وقاضي صدر حكم على أن هذه العائلة من الخوارج؟ هل قد قدمت الأدلة والبراهين على أن العائلة المهجرة هذه من الخوارج حتى تستبيح حرمهم بهذا الشكل؟ إذا كان سبحان الله سيدنا علي بن أبي طالب لما ضرب عبد الرحمن بن أبي ملجم ضربه وثبتت عليه واعترف بذلك وجابوه سيدنا علي وهو على فراش الموت، نظر إليه قال: لا أهو أنت؟ لطالما أحسنت إليك. ثم نظر إلى وجوه الحاضرين فرآها تمتلئ حقدا وغيظا على الرجل، فقال لهم: إن أكرموا مثواه وأحسنوا نزله، فإن عشت فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإن مت فألحقوه بي أخاصمه عند رب العالمين، ولا تأخذوا بي أحد غيره. ما تأخذوش بدمي عائلته وخوته وذنا عمه عيت ملجم كلهم، لا، هو عبد الرحمن هذا هو اللي ألحقوه بي نخاصمه عند رب العالمين. يا أخي أنت عدي للي اقتلك وعدي للي ضربك وعدي للي حاربك وشهر السلاح في وجهك وأنت حر أنت وياه وقعت في الميدان. لكن تجي المرأة مسكينة وعجوز قاعدة وطفل صغير ما يعلم بشيء
تحرمه من دراسته وتحرمه من مدينته وتحرمه من شارعه، وتدعي بأنك أنت على نهج السلف الصالح وتدعي بأنك أنت على الحق. فسبحان ربي العظيم.